هنعمل مكرونة بلونيز باللحمة المفرومة. مقادير الوصفة بتاعتي 500 جرام المكرونة السباكيتي المسلوقة، 350 جرام من اللحمة المفرومة مش مستوية نية قليلة الدسم، عصير 5 طماطمات، 3 معالق صلصة بيوريه كبيرة، 5 معالق زيت نباتي، مكعب مرقة، 5 فصوص من الثوم المهروس، بصلة مفرومة ناعم، وفلفل أخضر رومي مفروم قطع صغيرة خالص، فلفل أسود وكزبرة ناشفة وكمون وملح وبابريكا، ثوم باودر وبصل باودر وبهارات لحمة. يلا بينا نبتدي وصفتنا. أول حاجة هنعملها هنجيب طاسة نحضر فيها الصوص بتاعنا. طبعا أنا المكرونة بتاعتي سلقتها وجاهزة عندي إن أنا أعمل لها الصوص بتاعها. هنعمل ايه بقى؟ هناخد الزيت في الطاسة، 5 معالق من الزيت، هحط 4 معالق وهسيب معلقة زيت واحدة، او لو بنحب الزبدة مع المكرونة يعني، وهنشوح فيها المكرونة بتاعتنا بما اني سلقاها وحطاها بقالي فترة فبردت مني، فالطبيعي ان احنا ما نعتمدش ان الصلصة هتكون سخنة، لا ندي تسخينة حلوة كده مع رشة من الفلفل الاسود للمكرونة ورشة من الملح، هتديها طعم حلو جدا. يلا بقى نبتدي الوصفة. حطينا الزيت بتاعنا، هنجيب الثوم والبصل ومكعب المرقة، وبرضو مكعب المرقة اختياري، هنشوحهم كويس قوي. بعد ما اديناها تشويحة هنضيف لها الفلفل الأخضر الرومي، وممكن كمان نضيف الفلفل الأخضر الحار حسب الرغبة. انا بفضل ان انا لما اعمل الصوص بتاع البولونيز ان هي تبقى كلها معايا في الطاسه، يعني اللحمه المفرومه تاخد تستوي في طعم الصلصه مع البهارات اللي هحطها، بيكون طعمها افضل واغنى. دلوقتي بقى هجيب اللحمه بتاعتي واضيفها كده، اجيب بقى بهارات اللحمه، معلقه كبيره من بهارات اللحمه. بهارات اللحمه هتعلي التست بتاع الصلصه بتاعتي. انا هخلي اللحمه تستوي 3/4 سوا وهتكمل بقيه سواها في الصلصه عشان تتسبك معاها وتستوي معاها عشان تاخد طعمها، تشرب طعم الصلصه. بصوا كده خلاص اللحمه بتاعتي اخدت 3/4 سوا. دلوقتي بقى هضيف لها عصير الطماطم، وعصير الطماطم ما نكونش مصفيين. معلقة كبيرة من الكمون، الكمون يا جماعة بيدي طعم حلو قوي لأي صلصة مكرونة. معلقة كبيرة من البابريكا، معلقة من الكزبرة الناشفة صغيرة، ثوم بودرة معلقة كبيرة، والبصل بودرة معلقة كبيرة، فلفل اسود معلقة كبيرة، هسيب بقية الفلفل علشان اتبل بيه المكرونة لما هشوحها على النار، معلقة من الملح. انا ما بسلقش المكرونة بتاعتي بالملح، يعني بخلي الملح بتاعي في الصوص، فبحط الملح بتاعي في الصلصة. في ناس بتحب انها تحط الملح في مية المكرونة، لا يا جماعة يعني الافضل ان احنا نخليه في الصلصة عشان ما نغلطش نحط ننسى ونحط الملح مرتين. حاجة تانية علشان الصوص بتاعنا يمسك كده على المكرونايه ويلونها، ما تحطوش زيت في مية السلق، اختاروا نوع مكرونة كويس، ولما تسلقوا المكرونة بتاعتكم ما تحطوش زيت، لان الزيت بيعمل عازل، طبقة عازلة ما بينه وما بين اي صوص انا بحطه لها، فبالتالي الصوص هنلاقيه فاصل عن المكرونة، وده مش احسن حاجة. يعني نحط بقى الصلصة البيري، حطينا كل البهارات بتاعتنا وسبكنا بنسيب بقى اللحمة تسبك كده في الصلصة، وسوينا اللحمة بتاعتنا 3/4 سوا، هنسيبها بقى تكمل بقية سواها كده في الصلصة ويتسبكوا مع بعض، وكده يبقى الصوص بتاع البولونيز جاهز. جربوه هيعجبكم جدا، يعني هو هيبقى قريب جدا 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 للي بتاكلوه بره في المطاعم.
ناخد كده الطاسه بتاعتنا تانية، طاسه تانية، ناخد كميه المكرونه اللي احنا عايزينها. ممكن نجيب دي هنا كده تتسبك براحتها. نحط الطاسه بتاعتنا هنا، ناخد بقى شويه كده من الزيت، معلقه، احنا قلنا 5 معالق، اخدنا 4 معالق في الصلصه، وهنا هنحط معلقه كده. الطاسه بتاعتي كده سخنت، دلوقتي بقى هنتبل المكرونه بتاعتنا كده عشان يبقى طعمها حلو، شويه كده من رشه من الفلفل الاسود. وهنحط رشة من الملح كده صغيرة خالص، وهنحط بقى ايه كمان، نعلي التست بتاعها، رشة من البصل البودر، ورشة من الثوم البودر. هقلب بقى المكرونة بتاعتي كده كلها. بقت جاهزه، بصوا، وفلفلت ازاي كده معايا، مبقتش فيها اي حاجه. يا جماعه عشان المكرونه بتاعتنا ما تعجنش بعد ما نسلقها، نسلقهاش وقت طويل، لازم يبقى فيها عضه كده. وبعد ما نخلص سلقها، لا نعمل ايه بقى، نجيب نحطها عليها، اول ما نشيلها من على النار في المصفى كده نصفي منها الميه، نحط على طول ميه ساقعه متلجه، لو هي ساقعه على الاخر كده بقى، ونجيبها ونسيبها تاخد تنزل عليها الميه الساقعه عشان توقف سواها، لو فضلت سخنه هتعجن. دي حاجه. تاني حاجه، لو المكرونه عندي فضلت ركناها فتره ونوع المكرونه بتاعي مثلا شويه بيعجن، لا احطها في مصفى وبرده شويه ميه ساقعه، هتلاقي المكرونه فكت، مش هيحصل لها اي حاجه. يلا بقى ايه، نطفي عليها النار، نجهز الطبق بتاعنا. المكرونه بتاعتي بقت جاهزه، الصوص بتاعي بقى جاهز. نجيب بقى معلقه، ناخد الصوص، بصوا اصلا لونه حلو جدا وريحته بقى فظيعه، طعمه كمان هيعجبكم جدا. كده طبق المكرونة بتاعنا بقى جاهز.